الخير، اليوم هنبدأ رحلتنا إلى تل مرعب مع بن حمودة للسيارات موسم 22. يلا بينا. صباح الخير، احنا في طريقنا ليوة تل مرعب موسم 22، وبنعمل تجربة عملية للتاهو الـ Z71 الـ 5.3 الـ 10 غيار 355 حصان. التجربة هي عبارة عن زيرو بترول، هنعبيها نشوف هتودينا كام كيلو ونرجع نقول لكم مرة تانية. تعالوا نشوف العداد عامل ازاي. زي ما انتم شايفين الرينج فيري لو، يعني انا فضلت سايق لحد ما خلاص كنت هزقها وادخلها محطة البترول. تمام، دلوقتي مستنيين بس الراجل ده يطلع، بعدين احنا نعبي البترول بتاعنا ونشوف البترول بتاعنا هيبقى قد ايه بالدرهم وكام الرينج بتاعه. يلا بينا. يعني نص التانك وستيل كاونتينج، لسه بيعد. 150 درهم، 55. شوف هنا حطت 607 كيلو واحنا لسه واقفين وما مشيتش عشان تحسب، وهنا 280 درهم تقريبا. اوكي بص، وصلنا دلوقتي على الكامب تبع بن حمودة للسيارات. زي ما انتم شايفين في تريل بوس، تريل بوس مع تعديل شاهين جي ام سي، وهنقضي اليوم النهارده ونشوف ايه اللي هيحصل فيه. يلا ده تل مرعب هناك، يلا بينا.